بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، ثم أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله جل جلاله أن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يختم لنا جميعا بالصالحات، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، إن دين الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر الناس به وجعله طريقاً لإسعادهم في الدنيا وإسعادهم في الآخرة، وجعله الله سبحانه وتعالى طريقاً لإرضاء ربهم عز وجل وتحقيق غاية وجودهم، فإن هذه الأمور إنما تكون للإنسان بأن يحقق دين الله في مدة الحياة التي أعطاه الله عز وجل إياها، وهذا الأمر إنما يتحقق بذاك الوصف العظيم الذي نطق به علماء هذه الأمة من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعده وإلى زمننا هذا، وهو أن هذا التحقيق والعمل بهذا الدين إنما يقوم على الاتباع للابتداع، إنما يقوم على الاتباع للابتداع، اتبعوا فقد كفيتم. وهذا الأمر الاتباع للابتداع في كل شأن المسلم، لأنه أخبر الله عز وجل في كتابه أنه ما فرط في الكتاب من شيء، فقال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر فأمر بالاتباع ونهى عن الابتداع، وقال إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالابتداع هو انحراف عن الحق، والاتباع هو قيام على الصراط المستقيم، وقيمة الاتباع أعظم ما تظهر ثمرتها عندما يكون ذاك الأمر أصل من أصول الدين وشعيرة من شعائر هذه الشريعة المباركة، وبين أيدينا رسالة تتحدث عن هذه القضية أو عن محكم، بل من أعظم محكمات هذا الدين، وهو طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. فطاعة الله جل جلاله أمر ملزم، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ملزم لا خيار للإنسان فيه، لأنه جاء في كتاب الله بالأمر الصريح القطعي، فقال الله عز وجل قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول،
والخير كله في طاعة الله عز وجل وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشر كله في ترك طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حذرنا ربنا عز وجل من عدم قبول حكمه أو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال الله سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً. فدخل في الضلال بوضوح إذا لم يرضى بأمر الله، وإذا لم يرضى بحكم الله عز وجل، ولم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أصل، وتفريعاً على هذا الأصل طاعة ولي الأمر، فإنها من هذه الطاعة أيضاً التي أمر الله عز وجل بها. ولما كانت هذه القضية وهذا الأصل وهذه الشعيرة لها هذه المكانة في دين الله، فكتب أهل العلم في هذا الباب تعليماً وبلاغاً وبياناً لطريق الحق، ليتعامل أهل الإسلام وفق هذه السنة، سنة الاتباع للابتداع. فكان مما ألف وكتب ودون في هذا الجانب ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قاعدة عظيمة سماها وجوب طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمور، وبين فيها بالنص، لأن هذا هو أصل الاتباع، وبين من خلال الفعل المنقول عن علماء الأمة في التعامل مع هذا الأصل بما يبين طريق الاتباع ويبعد الإنسان عن الابتداع. ونحن في زمن أحوج ما نكون إلى التذكير بذلك، أولاً لمن عرف الحق أن يثبت وأن يعلم أنه هدي للصواب. ومن أعظم ما يزيد الإيمان في القلب أن يطمئن الإنسان أن ما هو عليه هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطريق أصحابه من بعده، وطريق السلف الصالح من بعدهم. فإذا كون الإنسان يدرك أن ما هو عليه موافق لهذا الطريق فهذا مما يزيده يقيناً وقناعةً وثباتاً، وهذه فائدة عظيمة. وفائدة أخرى أن من لم يكن على هذا العلم ولا هذا العمل فيجد في ذلك استبصاراً ونوراً ليقوم بهذا الأمر على طريق الاتباع، لأن الإنسان أمام هذه الأمور هو بين أمرين، إما قائم أو تارك، والقائم بها مأجور والتارك لها آثم. فلذلك يكون بهذا الأمر بيان لمن لم يقم بهذا الحق. والفائدة الثالثة أيضا تبرئة هذا النهج وهذا الطريق الرباني الذي أعطى لكل ذي حق حقه، فبين ما لله عز وجل من الحق في الطاعة والاتباع المطلق،
وبين ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الطاعة المطلقة، وأيضا بين ما لولي الأمر من الحق والنصح، ووقوف الإنسان على ذلك بما يبرئ أو بما يبين الموقف الصحيح من هذا النهج السليم والطريق المستقيم صراط الله عز وجل في إعطاء كل ذي حق حقه. فلا توسم هذه الشريعة بأنها تدعو إلى الفوضى، أو توسم هذه الشريعة بأنها تدعو إلى افتراق المسلمين، أو توسم هذه الشريعة بأنها تؤلب الناس على ولاة أمور المسلمين. فهذا البيان بما يجعل الشريعة في مكانها ومنزلتها التي جعلها الله عز وجل لها، حيث وصفها بأنها الحق الذي لا مرية فيه، وبأنه النور الذي لا ظلمة فيه، وبأنه العلم الذي لا جهل فيه، وبأنه الحق الذي لا ضلال فيه، وبأنه الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه. فهذه كلها أوصاف جاءت لهذه الشريعة المباركة، فلذلك هذا البيان يبين ما لهذه الشريعة من هذه الأوصاف، أنها على الصراط المستقيم، وأنها النور، وأنها الهدى، وأنها العلم، فيتبين للإنسان هذا الأمر. فيقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه في هذه الرسالة، يقول: الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، فهذه قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله في كل حال على كل أحد. إذن هذا الوصف بهذا الإطلاق في الطاعة إنما هو لله عز وجل وحده ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالطاعة لله وحده كما قلنا جاء الأمر بها صريحا، والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الإطلاق جاء به صريحا، كقول الله عز وجل: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ثم قال: في كل حال، أي في حال اليسر والعسر، في حال المنشط والمكره، في حال الغنى والفقر، في حال الصحة والمرض، في حال السفر والإقامة، في كل أحوالك فأنت مكلف بأن تطيع ربك عز وجل وأن تطيع رسولك صلى الله عليه وسلم. ثم على كل أحد، أي فطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة على طاعة كل أحد كائنا من كان. ثم يقول: وأن ما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم من طاعة الله وولاة الأمور ومناصحتهم واجب وغير ذلك من الواجبات. فطاعة الله أمر بها، فمن طاعتنا لله نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله أمر بطاعته، ومن طاعتنا لله ومن طاعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم طاعتنا لولاة أمورنا ومناصحتهم، وأن ذلك كله واجب. واجب من أي باب؟ من باب عقد الإيمان
الذي لازمه طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه الأدلة التي تدل على ما قعده في هذا الأصل العظيم، فقال: قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر الله المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر منهم، كما أمرهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل، وأمرهم إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى الله والرسول. قال العلماء: الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته هو الرد إلى سنته. إذن كيف نرد إلى الله؟ لأن الله قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. كيف نرده إلى الله؟ حين نرجع ذلك إلى القرآن ونطلب من القرآن بيان الحكم. كيف نرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد مات؟ نرد ذلك إلى سنته لنجد فيها البيان لما تنازعنا فيه. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فجعل الله الكتاب الذي أنزله هو الذي يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، أي ما اختلف فيه الناس. كيف نزيل الخلاف؟ بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل. قال: وفي صحيح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي بالليل يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي صحيح مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحق لهذه الفئات الأربعة النصح، فالنصح لله أول ما يكون بصدق الإيمان لله عز وجل، ويكون بالذب عن كل ما يرتكبه الناس في حق ربهم عز وجل، وكذلك النصح لكتابه بالقيام بحقه قراءة وتدبرا وإيمانا وعملا وتطبيقا وتعليما، والذب أيضا عمن ينتقصه
ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالإيمان والتصديق والحب له والطاعة له والذب عنه والدعوة إلى سنته، ولأئمة المسلمين أيضاً بطاعتهم فيما هو من المعروف ونصحهم والدعاء لهم، وأيضاً عدم الخروج عليهم، فكل ذلك من النصيحة كما سيأتي. وعامة المسلمين بتعليمهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فهذه من النصيحة التي تقدم لكل واحد من المذكورين في هذا النص. قال وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا فالله يرضى ذلك منا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أن نجتمع ولا نختلف فالله يرضى ذلك منا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، أن تناصحوا له. وكما قلنا النصيحة هي أعم من أن الإنسان يقف أمام الحاكم والسلطان لينهاه عن أمر، بل النصيحة أعم، فإن طاعته في المعروف من النصح، والدعاء له في ظهر الغيب من النصح، وعدم التأليب عليه من النصح. ومن النصح أيضا أن من يستطيع أن يبين خطأ وقع فيه ويكون ذلك بطريقه المشروع فهو من النصح، فكل ذلك من النصح. لكن لا بد أن ندرك أن الطاعة لولي الأمر فيما هو من طاعة الله أن ذلك من النصح. قال وفي السنن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه إلى من لم يسمعه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه غير فقيه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، أي لا يحقد قلب مسلم ولا ينطوي عليها بحيث أنه يحتوي عليها قلبه حبا لها. قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة، لا يغل بمعنى لا يبغض هذا القلب هذه الأمور الثلاثة، هذه الأمور الثلاثة لا يكون في قلب هذا الإنسان غل عليها. ما هي هذه الأمور؟ إخلاص العمل لله، فإذا ليس محلها في القلب الغل، بل محلها ماذا؟ الرضا والحب. ومناصحة ولاة الأمور ليس محلها الغل، ولكن محلها الرضا والحب. ولزوم جماعة المسلمين أي أيضاً محل ذلك الحب لا الغل، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال: ويغل بالفتح هو المشهور، ويقال غلا صدره فغل، إذا كان ذا غش وضغن وحقد، بمعنى هذه الأمور الثلاثة ليس لها في قلب المسلم هذا الأمر، وإنما لها في قلبه الرضا والحب، أي قلب المسلم لا يغل على هذه الخصال الثلاثة، وهي الثلاثة المتقدمة في قوله: إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فإن الله إذا كان يرضاها لنا لم يكن قلب المؤمن الذي يحب ما يحبه الله يغل عليها، لأن المؤمن يحب ما يحبه الله عز وجل، المؤمن يحب ما يحبه الله، فالله يحب هذه الأمور، إذا لا يكن في قلبك الغل
عليها. فيقول شيخ الإسلام: فإن الله إذا كان يرضاها لنا لم يكن قلب المؤمن الذي يحب ما يحبه الله يغل عليها، يبغضها ويكرهها فيكون في قلبه عليها غل، بل يحبها قلب المؤمن ويرضاها. فقلب المؤمن يحب مناصحة ولاة الأمر كما أنه يحب عبادة الله جل جلاله وعدم الإشراك به، ويحب اجتماع المسلمين. ثم قال: وفي صحيح البخاري ومسلم وغيرهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول أو نقوم بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. هكذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على أصحابه بهذه الشروط المذكورة. قال: وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. إذن هنا أيضا يبين أن حق ولي الأمر السمع والطاعة، وأن ذلك دين يتعبد المسلم لربه عز وجل بهذا السمع والطاعة. أما إذا كان الأمر في معصية الله عز وجل فليس للمسلم أن يطيع أحدا في معصية الله عز وجل. وهنا بمعنى إذن أن الطاعة في الأمر من ولي الأمر مرهونة بهذا القيد، أن يكون في طاعة الله عز وجل. أما الطاعة المطلقة فهي طاعة لله عز وجل وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك. بمعنى أن طاعة ولي الأمر واجبة، لذلك هي في العسر واليسر وفي المنشط والمكره. ثم قال: وأثرة عليك. قال: ومعنى قوله وأثرة عليك وأثرة علينا، أي وإن استأثر ولاة الأمور عليك فلم ينصفوك ولم يعطوك حقك، كما في الصحيحين عن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا، أي تجعلني أميرا على مكان. قال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال: إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. قال: وهذا كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. أي بمعنى أن الهدي إذا وجد المسلم أنه يؤمر من ولي الأمر بما لولي الأمر، ولا يجد حقه الذي له من ولي الأمر، فما هو الهدي؟ أن يؤدي الذي عليه. وأما فوات الذي له فإنه يصبر على ذلك، والله عز وجل سيكافئه على هذا. قال: وفي صحيح مسلم عن وائل بن حجر
رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس، يعني أبعده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كرر عليه وسلم لا يجيب. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. بمعنى أن هناك تكليف عليك وهناك تكليف عليه، أي ولي الأمر، فأدي الذي عليك، والله سيسألك عن الحق الذي أوجبه عليك. أما الحق الذي عليه فاعلم أن الله سيسأله، فلا يمنعك أن تؤدي الحق الذي له لأنه لم يؤدي الحق الذي لك، فتكون ارتكبت الجرم من الجهتين، أنك لم تؤدي الذي له وأنك وأولا، فيكون فاتك الخيرين، أنه لم يأتك الذي لك، وأيضا فاتك أجر أن تؤدي الحق الذي له. فلذلك إن فاتك الذي لك عنده فالله سيخلفك، وإن أديت الذي عليك فالله سيأجرك، فتكون قد فزت بالأمرين. قال: فذلك، وهنا الفائدة التي يذكرها شيخ الإسلام بعد أن استعرض تلك النصوص، يقول: فذلك ما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم هو واجب على المسلم وإن استأثروا عليه، وما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم من معصيتهم فهو محرم عليه وإن أكره عليه، أي إن أمرك بالمعصية فلا تطيعه حتى وإن أكرهك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلذلك نفرق: إن حرمك حقك اصبر، إن أمرك بالمعصية لا تفعل. إن حرمك حقك هل يجوز لك أن تكافئه فتمنعه حقه؟ الجواب لا. واضح؟ إذن هذه أمور تكون واضحة وأن التوجيه فيها واضح. لذلك إذن حقك في أمر الدنيا أنت تصبر، لكن إن أمرك أن تعصي الله فلا تفعل ولو أكرهك على ذلك. قال: فصل: وما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب على الإنسان وإن لم يعاهدهم عليه. وهذه حقيقة قضية عظيمة، وهذا فقه عظيم، لأنه قد يقول الإنسان أن هذه الحقوق لا تلزمني لأنني أنا لم أعاهدهم ولم أذهب إليهم وأعاهدهم على ذلك، فيقول: هذا الحق واجب لا لأجل المعاهدة، وإنما واجب بموجب الأمر الرباني لك، فهو تكليف من الله عز وجل لك. لذلك يقول: وما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب على الإنسان وإن لم يعاهدهم عليه وإن لم يحلف لهم الأيمان المؤكدة، أي على أنه سيؤدي لهم هذا الأمر، كما يجب عليه الصلوات الخمس والزكاة والصيام وحج البيت وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من الطاعة. فكما أن الله أمرك بالصلاة فأنت تصلي، وأمرك بالصيام فأنت تصوم، فكذلك أمرك بطاعة ولاة الأمور في ذلك الوصف، إذن لابد أن تؤدي هذا الأمر، وليست هذه الطاعة منوطة بأنك عاهدت أو حلفت لهم بأنك تقوم بهذا الحق.
فإذن هو أمر من الله عز وجل. قال: فإذا حلف على ذلك توكيداً وتثبيتاً لما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم، فالحالف على هذه الأمور لا يحل له أن يفعل خلاف المحلوف عليه، سواء حلف بالله أو غير ذلك من الأيمان التي يحلف بها المسلمون، فإنما أوجبه الله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب وإن لم يحلف عليه، فكيف إذا حلف عليه أن يكون اللزوم آكد؟ وما نهى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم عن معصيتهم وغشهم محرم وإن لم يحلف على ذلك. يعني كما أن في النصح هو واجب وإن لم تحلف وإن لم تعاهد، فكذلك في عدم الغش فالغش محرم وإن لم تحلف وإن لم تعاهد. لماذا؟ لأن الله أمر به، أمر بالمناصحة وأمر بعدم الغش. وهذا كما أنه إذا حلف ليصلين الخمس وليصومن شهر رمضان أو ليقضين الحق الذي عليه ويشهدن بالحق فإن هذا واجب عليه وإن لم يحلف عليه، فكيف إذا حلف عليه؟ وما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم من الشرك والكذب وشرب الخمر والظلم والفواحش وغش ولاة الأمور والخروج عما أمر الله به من طاعتهم هو محرم وإن لم يحلف عليه، فكيف إذا حلف عليه؟ قال: ولهذا من كان حالفا على ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم أو الصلاة أو الزكاة أو صوم رمضان أو أداء الأمانة والعدل ونحو ذلك، لا يجوز لأحد أن يفتيه بمخالفة ما حلف عليه والحنث في يمينه. ما يجوز لمفت أن يأتي ويقول لإنسان حلف لولي أمر بطاعته والنصح له وعدم غشه فيقول له هذا لا يلزمه ويفتيه بهذا، فيقرر شيخ الإسلام بأنه أن هذه الفتوى باطلة، وأنه لا يجوز لإنسان يفتي مسلم بعد أن عاهد ولي أمره بذلك. قال: ولا يجوز له أن يستفتي في ذلك، يعني يقول أصلاً لا يجوز لك أن تذهب لتستفتي وتقول هل لي أن أخالف ما عاهدت عليه ولي الأمر من مناصحته وطاعته وعدم غشه؟ قال: ومن أفتى مثل هؤلاء بمخالفة ما حلفوا عليه والحنث في أيمانهم فهو مفتر على الله الكذب، مفت بغير دين الإسلام، بل لو أفتى أحد العامة بأن يفعل خلاف ما حلف عليه من الوفاء في عقد بيع أو نكاح أو إجارة أو غير ذلك مما يجب عليه الوفاء به من العقود التي يجب الوفاء بها وإن لم يحلف عليها فإذا حلف كان أوكد، فمن أفتى مثل هذا بجواز نقض هذه العقود والحنث في يمينه كان مفترياً على الله الكذب، مفتياً بغير دين الإسلام، فكيف إذا كان ذلك في معاقدة ولاة الأمور التي هي أعظم العقود التي أمر الله بالوفاء بها؟ وهذا كما أن جمهور العلماء يقولون يمين المكره بغير حق لا ينعقد سواء كان بالله أو النذر أو الطلاق أو العتاق، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. ثم إذا أكره ولي الأمر الناس على ما يجب عليهم من طاعته ومناصحته وحلفهم على ذلك لم يجز لأحد أن يأذن لهم في ترك ما أمر الله به ورسوله من ذلك،
ويرخص لهم في الحنث في هذه الأيمان، لأن ما كان واجبا بدون اليمين فاليمين تقويه لا تضعفه. يعني بمعنى لو أن ولي الأمر أجبر الناس وأكره الناس على طاعته وألزمهم بأن يحلفوا أن يطيعوه في المعروف، فهل كونه أكرههم على أن يعاهدوه وأن يحلفوا له هل يجوز للإنسان أن يترك هذه الطاعة وهذه المناصحة وعدم الغش لأنه أكره عليها؟ الجواب لا. لماذا؟ فقد يقول إنسان لا إكراه في الدين، فنقول قضية العهد والحلف ليست هي القضية التي ثبت لولي الأمر الطاعة والمناصحة وعدم الغش، وإنما الوجوب عليك بالطاعة والمناصحة وعدم الغش بأمر الله لك بذلك وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بذلك. أما العهد والأيمان فهو مما يزيد الأمر توكيدا لا مما يوجب الأمر ابتداء، وإنما وجب الأمر بأمر الله وبأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا حقيقة قضية قل من يتنبه لها ويفهمها ويدركها. فالطاعة إذن هنا استجابة لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن أراد أن يقول بلزوم المحلوف مطلقا في بعض الأيمان لأجل تحليف ولاة الأمور أحيانا، قيل له: وهذا يرد عليك فيما تعتقده في يمين المكره، فإنك تقول لا يلزم وإن حلف بها ولاة الأمور، ويرد عليك في أمور كثيرة تفتي بها في الحيل مع ما فيه من معصية الله تعالى ورسوله وولاة الأمور. وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عز وجل عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم. وقد ثبت في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غدره. قال: وإن من أعظم الغدر، يعني بإمام المسلمين. قال: وهذا حدث به عبد الله بن عمر لما قام قوم من أهل المدينة يخرجون عن طاعة ولي أمرهم ينقضون بيعته. قال: وفي صحيح مسلم عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، قال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس يخرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية، أي على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبية فقتل
فقتلة جاهلية، وفي لفظ ليس من أمتي من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهدها فليس مني ولست منه. ولذلك الفتنة حين يكون القتال بين المسلمين، القتال بين المسلمين ما سمي إلا فتنة، أما الجهاد والملاحم فهي بين أهل الإسلام وأهل الكفر كفرا صريحا، أما إذا كان القتال بين المسلمين فجاء وصفه في النصوص بأنه فتنة. قال: فالأول هو الذي يخرج من طاعة ولي الأمر ويفارق الجماعة، والثاني هو الذي يقاتل لأجل العصبية والرياسة لا في سبيل الله كأهل الأهواء مثل قيس ويمن. قال: والثالث مثل الذي يقطع الطريق فيقتل من لقيه من مسلم وذمي ليأخذ ماله، وكالحرورية المارقين الذين قاتلهم علي بن أبي طالب الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعة ولي الأمر وإن كان عبدا حبشيا، كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن اسمعوا وأطيعوا ولو كان حبشيا مجدع الأطراف. وعند البخاري: ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. وفي صحيح مسلم عن أم الحسين رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع وهو يقول: ولو استعمل عبد يقودكم بكتاب الله اسمعوا وأطيعوا. وفي رواية: عبد حبشي مجدعا. وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. تكره ما يفعل من المعصية، ولكن لا يكون هذا طريقا أنك تنزع يدك من تلك الطاعة التي أمرك الله عز وجل بها، فضلا من أنك تقوم بالخروج عليه. قال: وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وفي الصحيحين عن الحسن البصري قال: عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار
في مرضه الذي مات فيه، فقال له معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. طبعا هذه النصوص الآن يذكرها شيخ الإسلام حتى يقول هذا المسلم وهو ينظر إن كان في ولي الأمر من فعل المعصية أو أنه لم يؤدي الحق الذي له، فليعلم أن الله عز وجل سيسأله، وليعلم أن الله سينتصف له، وأن هذا التقصير سيحاسبه، فكما أنه عندما قصر فالله سيحاسبه، إذن أيضاً أنت لو قصرت في حقه سيحاسبك الله. فلذلك أدي الذي عليه، واعلم أنه إن قصر وفرط فالله عز وجل حسبه وهو يحاسبه على ذلك، وأن الله عز وجل أيضاً لا تظن أن الذي أمرك أن تصبر فهو الذي أغرى هذا الإنسان أن يفرط في حقك فيقول لك لا، اعلم أن الله عز وجل أيضاً حمل ولي الأمر هذه المسؤولية أن يرعى حق من تحت ولايته. فلذلك يقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي من أمر المسلمين شيئا لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. هم يدخلون الجنة بأنهم أطاعوه استجابة لأمر الله، وصبروا على ما حرمهم من حقهم استجابة لأمر الله، وهو لم يؤدي الذي عليه، فإذا جاءوا يوم القيامة جميعا دخلوا الجنة بطاعتهم لولي أمرهم استجابة لأمر الله، وهو لم يدخل معهم مع أنهم أطاعوه لأنه لم يؤدي الحق الذي لهم. قال: وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته؟ فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت أهلها وهي مسؤولة عنه، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا فقال: ادخلوها، فأراد الناس أن يدخلوها، وقال الآخرون: إنا فررنا منها، يعني كانوا كفارا، قالوا: فدخلنا في الإسلام فرارا من النار، حيث أن الكفر علمنا أن الكفر يقود إلى النار، ففررنا من النار بالإسلام، فكيف الأمير يأمرنا أن نلقي بأنفسنا في النار؟ قال: فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة. لماذا؟ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال للآخرين قولا حسنا وقال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. فصل. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار
يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فطاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم. فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأجره على الله، ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم، فما له في الآخرة من خلاق. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل. رجل في الصحراء وعنده ماء، ثم يمر عابر السبيل ويريد أن يستقي لنفسه ولدابته فيمنعه، فهذا واحد من الثلاثة الذين يغضب الله عليهم فلا يكلمهم يوم القيامة. قال ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لا أخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك كذب. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي، أي لا يطيعه إلا إذا أعطاه، أما إذا لم أعطاه فإنه لم يفي. فإذا أدرك الإنسان هذا كله فيدرك إذن ما هو منهج الحق وطريق سلف الأمة الذي ينبغي أن نتبعه، هذا التوازن العظيم الذي يجعل الإنسان يدرك حقه كاملا، وهذا لا يكون إلا سبحان الله عندما يدرك أيضا الإنسان أن الحياة ليست نهاية المطاف، فالله جعل للإنسان حياة في الدنيا وجعل له حياة في الأخرى، ولم يجعل استيفاء كامل حقك في هذه الدنيا. ولذلك إذا أدرك الإنسان هذا الأصل فإنه سيكون أحد الأصول العظيمة التي يتحقق بها هذا التوازن في التعامل مع ولي الأمر، في حال أنه لم يعطك الذي لك من أمر الدنيا فإنك أنت تقدم ما عليك له من الحق، وأما ما فاتك فاعلم أن الله عز وجل سيوفيه لك، إن لم يكن في الدنيا فهو في الآخرة. فبهذا الطريق يرضى الإنسان ويقبل المؤمن، ولذلك هو يؤدي الذي عليه، أما إن فاته شيء فهو يصبر صبرا على أنه سيأتيه، صبرا على أن ما له فقط يتأجل من الدنيا إلى الآخرة. أما أن الفوت فهو لا يفوته، فلذلك المؤمن يطمئن. أما من لم يؤمن بالآخرة فهو إن فاته شيء يظل يتألم ويحرص إلا أن يتحقق له في الدنيا، وقد يدفعه ذلك إلى إما أن يرتكب معصية في حق ولي الأمر فيما نهاه الله عز وجل عنه، أو أنه يترتب عليه أنه لا يطيعه فيما هو له فيرتكب معصية، فكما قلت يقع عليه الضررين: أنه لم يأته الذي له بالحرمان الذي حصل له، وأيضا يفوته أجر الله في أنه لم يطع ولي الأمر فيما أمره الله عز وجل به. فإذا أدرك الإنسان هذا الفقه العظيم، ثم أيضا مما يحدث التوازن، كما أن ما فاتك سيأتيك
فإن من حرمك سيحاسبه الله ويجازيه الله على أنه حرمك حقك. فإذا أدرك الإنسان أن حقي سوف يأتيني وما وإن كان متأخرا بل سيأتيني في دار هي خير من هذه الدار، ومن حرمني يعاقبه الله.